جواد اللهب، حكاية من التراث الهنغاري. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي إحدى أقاليم المجر، عاشت عائلة تلقب بميتزشتاين، يرجع تاريخها إلى مئات السنين. وفي المقاطعة المجاورة كان هناك قصر يصغر قليلا عن قصر هذه العائلة، وكان ملكا لعائلة تسمى فيرينج، وكانت العائلتان متساويتين في المنزل. كانت هاتان العائلتان في نزاع مستمر، وحين مات سيد قصر ميتزشتاين أشهر بيوت المجر، انتقلت ملكية القصر إلى فريدريك الذي لا يبلغ سوى 16 من عمره. وكان سيد قصر فيرينج هو ويليام الذي كان يبلغ 70 من عمره، وهو يدرك أن عقار عائلته أقل قيمة من عقار جيرانه، وهو يكرههم كثيرا. شمعدان ذهبي آخر. كان شيء بسيط كهذا كفيلا بأن يثير ويليام ويجعله يغضب بشدة، ولكن كلما حدث ذلك كان ويليام يذهب متوجها إلى الإسطبل في الحال. لقد أحب ويليام جياده بشدة. يجب أن تضحكوا، لقد كنت أستخدم عيني الماكرتين ثانية. أنا أخجل لقولي هذا. حسنا، فليكن الأمر كذلك، ولكن أتدري كم تبدو عيناك جميلتين طيبتين؟ في أثناء ذلك وفي غرفة فريدريك، كانت هناك قطعة قماش على الحائط تحمل رسما لإحدى معارك أسلاف فريدريك. كان في وسط اللوحة صورة جواد يرتدي قماشا بلون اللهب الأحمر، وكان يركبه أحد أسلاف ويليام وهو يقتل بيده أحد أسلاف فريدريك، وكانت عينا الجواد تنظران في حزن إلى راكبه. ماتت والدة فريدريك وهو طفل رضيع، وكانت امرأة رائعة الجمال. تقومين بجمع القمح ببطء شديد؟ هل يمكنك دفع الضرائب بهذه الطريقة؟ له من ولد شرير. كان هذا السيد الذي يبلغ 16 من عمره يشبه أمه في جمالها، لكنه كان يفعل أمورا بغيضة، أمورا لا تصدق. إن قصر فيرينج رائع الجمال، نعم، رغم أنه أصغر حجما وأقل ترفا من قصري، لكنه جميل. أجل، إنه قصر جميل. سيدي فريدريك، جئت إليك أحمل خبرا. لقد ماتت الفتاة التي ركلها جوادك اليوم، وقد جاء والدها إلى هنا.
هل تسمح لهما بالدخول يا سيدي؟ حسنا فليدخلا. سيدي فريدريك، كانت ابنتي أكثر فتيات القرية جاذبية، كان لها وجه جميل، كانت في ريعان الشباب، ولكنك قتلتها، قتلتها. أيتها الأم الحبيبة، يبدو أن الفتاة التي تشوه وجهها قد ماتت. ما زلت أنت أجمل فتاة. نعم. حسنا حسنا، هل تشعر بفرح؟ أنت تحب الماء. فهمت فهمت فهمت. ليس هناك أفضل من الاستحمام في منتصف الليل. كان إعجاب ويليام بجياده أمرا يعرفه الجميع، إلا أن فريدريك لم يدرك من قبل مدى شدة هذا الإعجاب، وكم كان منزعجا لرؤية ويليام وهو يستمتع بغسل جياده في ضوء القمر. وأثناء رؤية فريدريك لهذا المنظر خطرت له فكرة مخيفة. قام فريدريك بإشعال الإسطبل، وفعل ذلك كي يحرق أعز الأشياء إلى قلب العجوز. جيادي جيادي، النجدة النجدة النجدة. سيدي فريدريك، سيدي فريدريك، إليكم هذا النبأ. توفي سيد ويليام متأثرا بحروق لحقت به أثناء إنقاذه لجياده التي احترقت. نعم يا سيدي، لقد مات إذن. رأى فريدريك ذلك بنفسه. بدا الجواد الذي يرتدي رداء اللهب وكأنه يقفز من اللوحة، وكانت عيناه تحدقان به، وكانتا تحدقان في كره شديد. في ذلك الوقت اشتعلت النيران فجأة في قصر فريدريك، وبداخل اللهب كان فريدريك يمتطي الجواد. راح جواد اللهب الذي امتطاه فريدريك يعدو دون توقف، ودخل متجها إلى قلب اللهب. إنه قصر جميل، أليس كذلك يا أمي؟ قصر جميل، ما رأيك به؟ إنه قصر جميل، قصر جميل يا أمي. أمي أمي أمي. أمي.
وهكذا انهار قصر فريدريك وأصبح حطاما. حسنا، ولكن ترى ماذا كان جواد اللهب؟